اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد باخر استضافاتنا اليوم واكيد خدامها مسك. معنا بالاستوديو تمارا النوايسي رئيسه مبادره ان او ام اخصائيه تغذيه مؤتة وايمان المحدين قائد فريق الكرك لحتى نحكي اكثر عن هذه المبادره. خليكم معنا وخلينا نرحب بضيوفنا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني بدايه احنا حابين نعرف انه شو يعني نعرف اكثر انه شو هاي المبادره. نعم. المبادره هي اختصارها ان او ام، هي اختصار لنيوتريشنست اوف مؤتة. هاي المبادره تطوعيه، هي بتعمل على دعم الشباب واستثمار الشباب خصوصا فئات اخصائيين تغذيه مؤتة، جامعات مؤتة. تمام. الهدف من هاي المبادره هو انه ننشر المعلومات التغذويه الصحيحه في مختلف محافظات المملكه، يعني بالكرك، في إنا، بعمان، بمادبة، بإربد، بالشوبك، بكل محافظات المملكة. نعم. الهدف الأول والأخير إنه ننشر المعلومات التغذوية الصحيحة. نعم. اللي مش مغلوطة، اللي بعض الناس بتكون يعني مفكرة بشيء، إحنا بنصحح هاي المعلومات لشيء ممكن يكون عكس توقعاتهم. جميل. طب نحكي عن قايد فريق الكرك على إقبال الناس على هاي المبادرة. أول شيء صباح الخير، ونشكركم طبعا دائما بتكونوا داعمين لهي المبادرات. أول شيء الكرك طبعا هي كثير حاضنة لأشياء بتكون يعني مبادرات وبتدعمهم. نعم. طبعا احنا كمبادرة نيوتريشنست اوف مؤتة ان او ام عملنا أول شيء مبادرة في محاضرات تغذوية، كان أولها بمعهد التدريب المهني بالربا ومعهد التدريب المهني مؤاب، وكمان في أكاديمية جنوب صقور الجنوب الكاراتيه. تمام. فهاي المبادرات خلتنا انه نتشجع بانه احنا بشهر التوعيه لسرطان الثدي. نعم. بينك مونث اجينست بريست كانسر، فحبينا انه يكون في عندنا كاخصائيين تغذيه وكان او ام انه يكون في عندنا يوم تغذوي طبي، وهذا اليوم التغذوي الطبي عملناه في بتوش مول في محافظه الكرك. طبعا هذا اليوم كان بتضمنه وكان معنا يعني شارك معنا العديد من المراكز الطبيه بالكرك، اللي انه حتى نوعي الناس على اهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي. نعم. ونركز على انه كيف ممكن من خلال نظامنا الغذائي انه نقلل او نمنع الخطر، نمنع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. نعم. جميل. تمام. وكمان كان في عندنا باربد في اربيلا مول كمان كان في يوم تغذوي طبي، وبرضه كمان كان في يوم محاضرات تغذويه في وادي موسى. نعم. اللي هم تابعين اصلا لمبادره ان او ام. نعم. طبعا بالاضافه لانه كان يوم التغذيه الطبي بيحتوي على فحوصات طبيه اخرى كفحص الطب، كفحص الضغط والسكري، برضه كمان كان في تحليل انبادي لمكونات تحليل مكونات الجسم اللي هو من خلاله ممكن نعرف شو ممكن مكونات الفات بالجسم، الدهون، البروتين، الووتر بالجسم، المي. نعم. وجميع مكونات الجسم. جميل. طب خلينا نقول يعني انت حكيتي شويه محافظات، هم هدول المحافظات اللي شملتهم هاي المبادره ولا في غيرهم؟ سبع محافظات. اول شيء بالكرك، باربد، بعمان، بطفيله، بالشوبك، وبرضه في مادبة. نعم. طول العقبة. جميل. يعني حلو. تقريبا شامل منتشرين. احكي لكم انه هي نيوتريشنست اوف مؤتة. نعم. الكل بربطها بجامعة مؤتة، يعني انه احنا طبعا تابعين لجامعة مؤتة. نعم. الحلو فينا انه احنا خريجين من جامعة مؤتة، تخرجنا من الجامعة، من كثر حبنا للجامعة حبينا نسمي مبادرتنا بهذا الاسم. جميل. حتى نحكي للمجتمع انه اخصائيين تغذية مؤتة هم فعلا قويين وكفؤ في واقع العمل. طبعا يعني مع هاي المبادره 100% اثبتوا جدارتكم. اكيد. طب انتم ما شاء الله عليكم مبادره عباره عن فريق، يعني قد ايه عددكم؟ مين بيشتغل معاكم؟ كيف بتوزعوا مهامكم مثلا؟ اول شيء احنا ما شاء الله مثل ما حكينا لكم فينا بكل المحافظات. نعم. تمام. كل محافظه لها قائد. طبعا. القائد هو المسؤول عن تنسيق المحاضرات داخل محافظته. نعم. لو سألتني انه مين داعمنا ماديا فبحكي لك ما في حدا داعمنا ماديا. لا نحن عارفين هذا الشيء، عشان هيك ما سألنا. احنا من حالنا يعني بنجمع من بعضنا، بنعمل منشورات، بنعمل اشياء، يعني لدرجه انه المجتمع بيستغرب انه جد انتم عاملين هاي الاشياء من حالكم، ما في حدا داعم لكم؟ نحكي لا ما في حدا داعم لنا. نعم. الأفرقة هاي لما تنظم المحافظات بالمحافظات المحاضرات التغذية
الغذوية بنلاقي كثير على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تعالوا أعطوا عنا، إنه بدنا إياكم تعطوا عنا. فالإشي اللي بحفزنا لقدام اللي هو حب الناس إلنا. نعم، وهيك مبادرات يعني قديش بتشوفوا فيها إقبال من الناس الآخرين، وقديش بتحسوا إنه فيه فعلا إقبال على الأعمال التطوعية بشكل عام؟ صحيح. فهاي المبادرات خلتكم تشوفوا يعني في ناس يعني مقبلة بتحسيها إنه خلص بس تروحي أنت بمحافظة معينة ممكن إنه يدخل عندك ناس يقول لك أنا بدي أتطوع معك بهاي المبادرة كتطوع. أول ما بدأنا كنا تقريبا تذكري إيمان 5 ما شاء الله، احنا هسه 115 بنصير 200 ما شاء الله. خلال شهرين يعني احنا لما خلص انه في انتساب خلال شهرين كانت المده بس. نعم. طب نحكي انتم صار لكم تقريبا 4 شهور مبلشين بالمبادره. صحيح. ايش هيك مثلا بعض الانجازات اللي حققتوها بهاي الفتره القصيره؟ زي ما حكيت عملنا في انه يوم تغذيه طبي كان في البتوش مول، طبعا هذا اليوم حكيت انه هو كان يعني مع مراكز كثير طبيه. نعم. ودعمونا، وان شاء الله الخير جاي، وان شاء الله الايام الجايه يكون في مبادرات. ولسه يعني احنا كيف احكي لك انه في عندنا برنامج كامل لشهر 12 لشهر الاشهر الجاي، بس بدنا انه يكون يعني في تنظيم اكثر لحتى انه توصل لكل الناس. الحين الموضوع حاطين خطه ماشيين عليها. لا حاطين خطه، وبنفس الوقت انتم يعني مثل ما بتقول لي يعني بلشتوا 5 أشخاص هلا صرتوا 115، هاي دليل انه المبادره تاعتكم فعاله وانه في فعلا عليها اقبال. ولولا ما الناس مستفيده منها وحبيتها ما بصير هذا الاقبال المهول في الارقام. طب خلينا نحكي الرساله اللي انتم حابين توجهوها من خلال هاي المبادره. الرساله اللي احنا حابين نوصلها انه الغذاء لا يقل اهميه عن الدواء. نعم. اذا بتحكوا لي كيف احنا ايش بنحكي؟ مؤسسه الغذاء ثم الدواء. نعم. فدرهم وقايه خير من قنطار علاج. احنا اذا نشرنا الغذاء بطريقه صحيحه واهتمينا بغذائنا ما راح نحتاج، يعني راح نحتاج للطبيب شوي. صح. بس راح نخفف من الريسك فاكتورز اللي ممكن تسبب لنا الامراض. نعم، وجود الغذاء اوكي، وخاصه انه هل الامراض كلها امراض مزمنه ممكن تكون السبب المباشر اكثر شيء هي التغذيه والنظام الغذائي السائد، وخاصه انه يعني الامراض المزمنه المنتشره الضغط السكري كلهم اسبابهم وزن زائد بيكون السبب مترابط مع بعض، الجنك فود السمنه الاوبستي كله مرتبط مع بعضه. لازم انه عن جد يكون في توعيه اكثر الموضوع. صحيح. ان شاء الله. طب ايش هيك ما نحكي تطلعاتكم للمستقبل، ايش حابين توصلوا شيء له، توصلوا شيء للمجتمع فعلا تفيدوا او نحكي تطوروا بهذا المجال؟ احلامنا صراحه كثير ورديه بهذا الموضوع. تمام. حابين كثير كثير انه نسجل مبادرتنا. تمام. يا بمركز وزاره الشباب يا يعني مع جهه محدده عشان يكون في شويه دعم مادي لنا. بعد ما نسجل المبادره راح نكثف المحاضرات ونعمل للمدارس، يعني بدال ما يكون في شيبس وجنك فود واشياء نعمل وجبات صحيه او سلة الغذائيه تتوزع بدل الفطور الصحي. هذا واحد. ثاني شيء من الافكار انه نصير نعمل شيء ملموس، يعني غير عن المحاضرات، الناس بتمل من المحاضرات. صحيح. يعني نصير نروح ناخذ نلف على الناس، ناخذ طول، ناخذ وزن، نشرح كل شيء. طبعا كل هذا الشيء راح يكون مجانا. يعني نروح على بيوت الناس ناخذ طول ووزن، نشوف اذا في ناس عندهم سكري، في ناس عندهم ضغط، نعطيهم معلومات صحيه. ومجانيه وتطوعيه. نعم، يعني انتم صراحه عم بتوعوا الناس على شيء كثير مهم. يمكن المبادرات اللي مثل مبادره يعني مبادرتكم كثير قليله انها صارت فعليا في الاردن، هذا كثير شيء كويس يعني بالعكس. صحيح. والدليل انه الناس فعلا عم بتلاقي يعني عم بتلاقوا منهم اقبال وقبول لهي المبادره. واحنا بصراحه كمان يعني بنحب انه نشكركم على وجودكم، وانتم جايين من الكرك يعني عن جد المشوار، وفعلا يعني تستاهلوا كل احترام. هيك مبادره احنا دائما بنحب نشجع وبنحب نسلط عليها الضوء ببرنامج صباح الوطن. على هيك مبادرات ممكن تكون تخدم الشخص نفسه صاحب المبادرة أو أصحاب المبادرة، وتخدم المجتمع كمان. نعم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا في صباح الوطن. أهلا وسهلا. أهلا فيكم مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا على ما قدمناه، وبنشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة من صباح الوطن. يعطيك العافية تالا. يعطيك العافية أحمد. وأنا كمان مشاهدينا بدي أشكركم على حسن مشاهدتكم لإلنا، وإن شاء الله هيك نكون كنا خفاف لطاف أنا وأحمد عليكم بحلقة يوم السبت. يعني إن شاء الله انتظرونا بكرة بنفس الموعد. قبل ما أنهي حابة أشكر أكيد ريتيل جروب على اهتمامه بإطلالاتي بكل حلقة من حلقات صباح الوطن، تحديدا اليوم مانجو شوب. انتظرونا بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.